ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده مهم جدا 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 لاي حد يعرفه، ازاي نلون صح؟ هنستخدم الوان الخشب. هرجع لكم تاني بالتفاصيل، استنوني. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير على الفيديو، ومستنيه اي كومنت جميل منكم، وشكرا. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نلون. انا شفت كذا حد فيكم كان عنده مشكله في التلوين، فقلت لا يعني نعمل فيديو مع بعضينا نتعلم ازاي فين لون بطريقه بسيطه خالص. اول حاجه انا هوريكم مثال، لو مثلا عندنا مربعات كده، هنلون ازاي؟ اول حاجة هنختار مثلا اللون ده. اول حاجة لازم لإما هنلون مثلا، لو هنلون من فوق يبقى كله في نفس الاتجاه كده لتحت، لو هنلون من الجنب يبقى من الجنب، من اليمين للشمال او من الشمال لليمين، من تحت لفوق. لو مثلا هنيجي من فوق هنا، اول حاجة بنلون بالراحة خالص، لازم كله في نفس الاتجاه، منسيبش ولا جزء ابيض. انا بسميها مع الولاد حرامية، لان هي بتبوظ وبتسرق شكل اللوحة الجميل وبتبوظه. كنت بقول لهم هما صغيرين كده ان اي، بصوا لو سيبنا من حتة بيضة كده، قعدنا نعمل كده ونسيب حتة بيضة بتبوظ شكل الرسم. لكن احنا لا، احنا بنمشي كده بالراحة خالص ونحاول ما نخرجش بره الشكل. كل ما نعمل بالراحة وما نخرجش بره الشكل، كل ما التلوين بتاعنا هيبقى شكله جميل. شايفين؟ طيب وانا لازم اعمله كله نفس التقل كده. انا كل ما بدوس بالقلم بعمل خطيت ايه، كل ما بخفف ايدي بالقلم او ما دوس جامد بيبقى خفيف شوية. يعني بصوا انا هبدأ اخفف سنة سنة عشان اعمل الشخبطة اللي انا عاملاها دي، اهي بصوا بنفس القلم اهو، كل ما بنخفف بيطلع لنا درجة افتح اهو. نقدر نخفف 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 لحد ما يبقى ابيض خالص عندنا، ما ننساش اي جزء ابيض. شايفين عاملة ازاي؟ ناخد مثلا طريقة تانية في التلوين. في ناس بتحب تلون شكل دوائر 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 كده، ده برضو في يعني ممكن ينفع، بس برضو نحاول ما نسيبش اي اجزاء بيضة اهو. بس انا بفضل الطريقة دي بالنسبة للصغيرين، يعني دوائر دوائر كده، بس برضو لو مخرجش برا ما نسيبش حتت بيضة. ونقدر برضو كل ما بندوس بالقلم، بصوا اهو بيتقل معانا، كل ما بنصغر حجم الدايرة اللي احنا بنعملها ديت كل ما بيبقى احسن، كمان ما بيبقاش باين ان هو شخبيط كده. زي ما قلت لكم الصغيرين، انا بس بعرفكم الطرق، الصغيرين دي احسن طريقه ليهم. ما نسيبش ولا فتفته بيضة الا لو هي الرسمه فيها حته بيضة طبعا. نقدر نخفف اهو، شايفين بعمل ازاي؟ انا مش بحبها قوي دي، بس يعني ممكن. طيب ازاي بقى ندخل لونين في بعض؟ ممكن نفس اللونين اللي احنا اشتغلنا بيهم دول، ممكن مثلا نيجي مثلا من هنا، احنا عايزين ندخل لونين في بعض اهو. هنعمل بخط تقيل، نبدأ نخفف ايدينا واحدة واحدة زي ما اتعلمنا في اول واحدة خالص،
او كله في نفس الاتجاه، ما بنسيبش اي فتفوتة بيضه. ونبدأ نخفف ايدينا خالص. طيب في المكان بقى اللي احنا بدأنا نخفف فيه ايدينا ده، احنا ممكن ندخل لون تاني، نخطي خفيف كده العكس بقى، هنا خفيف ايدينا خفيفة، ونبدأ نتقل ايدينا. نبدأ نتقل، مش عايزة اشوف بقى خط كده اللي هو ده لون وده لون، لا عايزاهم يعني دايبين في بعض. كل ما بدوس على القلم اكتر بصوا بيديني لون عامل ازاي، لون اتقل بكتير خالص. شايفين الفرق؟ بس ما ينفعش اسيبها كده، مش عايزه اشوف ابدا في خط ما بينهم، لا كله عايزه يدايب في بعضه كأن بس عليه نور، مش كأنه حته حته لون وحته لون. شايفين ده في بعضه ازاي؟ ممكن ارجع تاني باللون الاولاني ده، ادخله فيه كمان شويه، ادوبهم في بعض، يطلعوا لي لون تالت خالص في النص اهو. نكمل هنا، نخفف ايدينا شويه، بصوا اهم حاجه بالراحه والنوم بمزاج، مش مستعجلين ومش عايزين نبوظ الرسمه بتاعتنا. لو مش قادرين نلون او مستعجلين يبقى نسيب الرسمه دلوقتي ونبقى نرجع لها في وقت تاني نكون فاضيين فيه. ممكن ندخل لون تاني خالص معاهم بقى، اهو مثلا اصفر، نتقل بايدينا، نبدا نخفف واحده واحده. مين يقول لي اصفر على احمر يدينا ايه؟ اه اورانج، برافو، شفت عامل اورانج ازاي؟ بس هنحتاج ندوب دي شويه، مش عايزين نشوف اي خط. شفتوا سهل ازاي وبسيط؟ عايزه بس تمرين كتير. يا رب يكون الفيديو الصغنن ده مفيد بالنسبه لكم، وحاولوا تعملوا التطبيقات دي وروني، ما تنسوش سبسكرايب للقناه ولايك وكومنت لاي حاجه انتوا عايزينها. اشوفكم ان شاء الله في دروس جديده وتكنيكات جديده وافكار جديده، واشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.